الإدارة شطارة، والتحكم بدون تفكير خسارة. والنهاردة هتعرف إزاي تبقى قائد ناجح معايا وفي 5 خطوات وبس. عارف لما تحط كام نوع فاكهة على بعض وتعمل أحلى كوكتيل فخفخينة؟ هو ده المطلوب. نحط الحلو من هنا على الحلو من هنا ونعمل كوكتيل للقائد اللذيذ. الخطوة الأولى، يكون عندك رؤية، تكون قادر تحدد الأهداف وتشوف المستقبل. مش إنك تعرف المستقبل طبعا، بس تقدر تبقى سابق بخطوة وتوزع الأدوار صح. طب توزع الأدوار وتروح كده خلاص مع السلامة؟ لا طبعا، نشوف الخطوة التانية ونشوف الصفة التانية. لازم تبقى فاهم أهمية التيم وورك وقادر تساعد في كل الأدوار وتقيم جميع الأدوار عشان تطور من مستوى شغل فريقك. ده بيحفزهم وبيخليهم ملتزمين أكتر. التزام؟ مين يلتزم؟ أنت قلت التزام. ما هي الخطوة الثالثة هي الالتزام فعلا. لازم تبقى قدوة لفريق العمل بتاعك، وده لما يشوفوك ملتزم هم كمان هيمشوا على خطاك. الخطوة الرابعة والمهمة جدا هي الحسم، والحسم هنا انك تقدر تقول او لا بقوة ودراسة للموقف ويكون ذهنك حاضر عشان تقدر تدي أسرع قرار والأقرب للصح دايما. الخطوة الخامسة بقى، لازم تكون نزيه وسمعتك طيبة عشان هو ده اللي بيفرق مدير عن التاني، لأن احترام فريق عملك من احترامك لنفسك. وفي الآخر أحب أقولك، المدير الناجح مش بالشخص والنطر والتهديد، بس بالاحترام المتبادل والتشجيع والإيمان والثقة في قدرات فريقك، وكمان بالدفاع عنهم وقت اللزوم ومحاسبتهم وقت الغلط.